يحمل هذه القوة وهذه الإثارة، بدأ يحمل أيضا جديدا من خلال المسار الشوط الخاص بالإبكار المهجنات الأصايل. السن هو سن الثنايا والمسافة هي 8 كيلو. نحن في الميدان الكبير، ميدان المرموم، يا السلام، الذي يبدأ بالإثارة دائما من خلال مسار هذه الانطلاقات. عبرنا مع الصدارة، عبرنا مع الكيلومتر الأخير، ودعونا نتابع أيضا الانطلاقات. من تبدأ الانطلاقة هي الغزيل، الغزيلة في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وهناك الظبي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث اندفاع قادم من الشاينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة، الذي ينطلق أيضا هناك متابعا لانطلاقة الغزيلة والظبي. هنا على المركز الرابع أبها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد، وهناك نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن لحج الهايلي في المركز الخامس، ومتعبة وصلت في المركز السادس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي. والمركز الخامس أو المركز السابع، هنا تتواصل الانطلاقات، هي الغزيلة أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه أسماءنا التي تعلن هذه البداية، أيضا التكتيكات التي سيرت مسار هذه الأشواط ونقلت هذه البداية وحملت الانطلاقة كالعادة في مسارنا وتحدياتنا. ما شاء الله نحن مع البداية. نذكر الجميع أيضا بيوم الغد مشاهدينا الكرام، هو يوم الخميس بيكون خاتمة هذه السباقات لهذا الأسبوع، أسبوع الكبار، يوم الغد لسن الحلوى الزمول. الفترة الصباحية ستشهد 12 شوطا لمنافسات أبناء القبائل من خلال التحديات والإثارة، والمساء سوف يكون حاضرا أيضا بنجوم الهجن هنا من يجن أصحاب السمو الشيوخ بقوتها وانطلاقها. هذا هو الجدول الزمني الذي وضع أيضا للمنافسة، ونعود هنا مع البداية الأولى في هذه الانطلاقة. نتابع المسار، نتابع الغزيلة أو الظبي التي بدأت على المقدمة والمركز الأول تقود الصدارة كما بدأتها من بداية انطلاقتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، الذي أطلق العنان لهذه الانطلاقة الجميلة والمميزة. المركز الثاني الغزيلة على المركز الثاني تنافسها، تراقبها وإذا تتابعها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، الذي يتابع هذه اللحظة وهذه الانطلاقة، والفوارق بسيطة هنا. والمركز الثالث تأتي الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كذلك عبيد بن محمد بالضبيعة المواصلا في مسار وقافلة المقدمة الأولى التي تسير في هذا الشوط، ونحن في أول 3 كيلومترات من البداية. أذهب إلى الاندفاع في المركز الرابع، ومتعبة على المركز الرابع سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي، الذي يتابع هذه اللحظة وهذه الانطلاقة. المركز الخامس أبها على خامس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا برفقة سعيد بن عبيد بن مروشد، هنا بهذا الاسم الجميل أيضا لتأتينا في أبها. ونتابع المركز السادس، انطلاقة نشوة في المركز السادس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن لاحج الهايري. والمركز السابع هناك الغزيلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأيضا أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه أسمائنا، هنا أيضا مشاركاتنا القادمة التي تحمل هذه البداية الأولى في هذا الانطلاق. نواصل التحدي والإثارة، نواصل أيضا مسارنا في هذا الشوط لاستكمال أيضا ما تبقى من انطلاقته 8 كيلومترات، تجارب أولى، هذه ثاني تجربة أيضا لتحديات الكبار في هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين، الذي يستعد أيضا لبداية جديدة وانطلاق جديد من خلال هذا المسار. لا تزال الصدارة هناك ونحن في الاتجاه إلى منتصف المسافة 4 كيلو التي بدأت الآن تعلن هذه اللحظة وتعلن هذه البداية في مسايرة مميزة لهذه الانطلاقة التي بدأت هناك تقودها من المقدمة، والتي أطلقت الظبي أيضا
العنانة لنفسها لتنطلق على المركز الأول بدون أي ضغوط حتى هذه اللحظة وبدون أي مناوشات على القمة والبداية. صدارة الخطيرة أيضا مهدي الأعصاب من البداية الأولى. التعليمات مصدرها بعيد وهناك ستكون مع الكيلومتر الأخير أو آخر 3 كيلو هنا، ولكن المركز الثاني تذهب لغزيلة في المركز الثاني لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري الذي يناوش على الصدارة المقترب من المناوشات المنطلقة في هذه اللحظات. وهذا الاندفاع، يا سلام سلام سلام، البداية الأولى مع لحظاتنا وانطلاقنا في مسارنا ما شاء الله. انتقل إلى المركز الثالث وتابع صاحبة المركز الثالث من تحتل المركز الثالث وهي الشاهينية. يا سلام يا الشاهينية في مناوشة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة. الكل يتطلع إلى الانطلاق النهائي، الكل حتى الهجن تتابع أيضا المسار. مسار البداية ما شاء الله وما تحمل أيضا هذه الانطلاقات. يا سلام 3 ما شاء الله، أن الشاهينية وكذلك الغزيل الغزيلة والظبي، 3 أسماء في المنافسة وفي الانطلاق وفي التحدي ما شاء الله. الفوارق بعيدة وتبقى الصدارة مع الغزيلة التي أو الظبي التي تعلن هذا الاسم. وكم هو مرتبط هذا الاسم مع الخطير وتحدياته مع هذا الشعار بالذات. كانت الظبي هنا تسرح وتمرح وتسجل من الإنجازات ما عجزت عنه أيضا التحديات وأيضا قواميس التسجيل. هناك كانت الظبي بحاملة هذا الشعار تنطلق دائما في كل الميادين وتذكرنا أيضا هذه الظبي بتلك الانطلاقة التي كانت بالفعل ظبيا في أرضية ميدان السباق كما لاحظ الجميع، وظبي الفلا كما أطلق عليها وذكرها أيضا زميلي المخضرم زميلي سالم عمر حينما قال رمز العطاء هي. يا سلام ظبي الفلا، الله الله. هنا مع اللحظات التي تعلن هذه البداية والتحدي هناك يسير ونحن أيضا نراقب ونقترب، وأيضا أجهزة والزملاء أيضا مصورين يراقبون الظبي لأنها صاحبة المركز الأول. المنافس الأقرب لها هي الغزيلة. الغزيلة يا سلام شوط ما شاء الله في ظبيان وفي الغزلان على المقدمة. وأشوف البداية، البداية الغزيلة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع السعيد بن عبيد الحميري. منافسة ثنائية، منافسة تحمل هذا الهدوء الذي أتمنى أن يسبق عاصفة الفوز هناك في خط النهاية ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثالث في هذه اللحظة، هناك تتواجد أبهى على المركز الثالث كما نتابع أيضا في الكادر السفلي تحمل أبهى لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد في منافسة ثنائية ما شاء الله. شوط فيه ثلاثيات التحديات هنا التي تحمل هذه البداية. أقول 2 كيلو اللوحة القادمة التي تفصلنا عن الانطلاق القادم. نحن بالضبط وفي المنطق في هذه اللحظة مع 2 كيلو التي تفصل الاندفاع وتفصل اللحظات القادمة. هناك بدأنا مع اللحظة التي بدأت الآن تغييرات فيها. الغزيلة سيطرت على مقدمة هذا الشوط، هناك بهدوء تام وانطلاق تام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري الذي بدأ يشكل بمسار هذا الشوط انطلاقة قوية وأيضا اندفاع قوي ومسار يحمل البداية الأولى. الله، ننتظر القادمة من التحدي ومن الإثارة في هذا المسار كما نتابع. بدأ هنا الهجوم وبدأت الأسماء تأتي. المركز الثاني نعود مع الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. ظهرت هنا أبعاد أو متعبة، متعبة نعم هي متعبة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي ينتظر. أيضا هناك المركز الرابع هي الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومع عبيد بن محمد بالضبيعة. والمركز الخامس أبها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا بقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد. أسمانا هي المعروفة والمتحدية والمنطلقة والسائرة في درب الاندفاعات. الله الله الله،
هناك على المقدمة شوفوا شوفوا الشوط بدأ الآن يغير وبدأ يحمل كل الانطلاقة. وأتوقع هنا الترشيحات بدأت تتغير من الألف ومئتين من الألف ومئتين بدأت تحمل أيضا، تدخلت هناك أسماء اللي تحمل هذه البداية، كانت الغزيلة في الصدارة، بدأت الضغط متعبة، وأبها وصلت هنا حاملة أيضا لواء الدفاع عن الانطلاقة. الكيلو الأخير خلاص أعلاننا النهائي مع الكيلومتر الأخير، والظبي تحاول في المركز الرابع لتقترب من البدايات الأولى. هذه الرباعية على المقدمة وكيلومتر يفصلنا عن خط النهاية والصدارة. لا تزال الغزيلة هناك في هذه اللحظة في اندفاعها وفي تواصلها وفي انطلاقها. أرى بداية التسلل الواضح في رياضة التسلل المسموح، هاي رياضة يسمح بها التسلل بينما يمنع في بقية الرياضات. يا سلام، ولكن بدت متعبة تتعب القادمين والمشاركين، بدت في المنافسة على الصدارة والمركز الأول، تليها في المركز الثاني. هناك الهجوم اللي بدأ يحمل أيضا الغزيلة، بدأت تعود، بدأت تضغط، بدأ الحميري يطلق أيضا هذه الانطلاقة، والغزيلة عادت للقمة، عادت للقمة، قريبة هي المنصة، قريب هو خط النهاية من هذه اللحظة. الغزيلة متعبة واللعبها ثلاثية اللحظات الأخيرة، والكل يذهب مع هذه اللحظة. يا سلام يا سلام يا سلام، متعبة هم الغزيلة، صمود من الغزيلة في هذه اللحظة، ومتعبة تحاول الغزيلة صامدة مع اللحظة الأخيرة. سمو الشيخ مكتوم، الحمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري متمسك أيضا بالصدارة في هذه الانطلاقة بالمركز الثاني. متعبة ولكن خلاص وقعت الغزيلة مع هذه اللحظة. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا الانطلاق. اشوف المركز الثاني، دعنا نتابع المركز الثاني، كانت هناك متعبة، والمركز الثالث وصلت أبها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. نعود مع التوقيت يا ابو عدنان، نعود مع التوقيت، نتابع ايضا النهايه في هذه الانطلاقات، نشوف التوقيت اللي سجلته ايضا الغزيله. في اللحظه الاخيره كان في هجوم، كان في تحدي، ولكن الغزيله كما ذكرنا بالفعل هي صاحبه النصيب. تهنئه والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، واذا شكرا السعيد بن عبيد الحميري. 13 دقيقه 4 ثواني واربع اجزاء من الثانيه، المركز الثاني كانت في متعبه. تهنئه والناموس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، تهنئتنا ايضا لحمد بن علي العويسي. 13 دقيقه 4 ثواني أربعة من الاجزاء من الثانيه، تهاني والناموس. والمركز الثالث كان من نصيب ابها، ايضا تهنئتنا والناموس سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. شهرا السعيد بن عبيد بن مروشد، 13 دقيقه 8 ثواني جزءا واحدا من الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. وها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من الثنايا الجعادين المحليات الأصايل لأصحاب السمو والشيوخ